في 14 نوفمبر عام 2014 توفي أبو بكر أحمد حنفي داخل مستشفى سجن أسيوط العمومي بعد صراع مع السرطان الذي أصيب به قبل 4 أشهر. في 13 نوفمبر عام 2014 توفي الدكتور طارق محمود إبراهيم الغندور أستاذ الجلدية بكلية الطب جامعة عين شمس في سجن شبين الكوم بعد تدهور صحته ل3 أشهر ورفض إدارة السجن نقله إلى معهد الكبد. في 17 سبتمبر عام 2014 توفي المهندس أحمد سالم سيد أحمد سالم البالغ من العمر 49 عاما داخل سجن العريش المركزي بعد إصابته بأزمة قلبية حادة. في 2 سبتمبر عام 2014 توفي صابر عبد السيد قاضي زيدان الطلخاوي داخل سجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي ومنعه من حقه في العلاج. في 2 مايو عام 2014 توفي المعتقل جمعة علي حمادة البالغ من العمر 64 عاما في سجن برج العرب أيضا بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والالتهاب الكبد الوبائي. في 5 فبراير عام 2014 توفي الدكتور محمد الغزلاني البالغ من العمر 60 عاما في مستشفى سجن ترى بعد تدهور صحته بشكل كبير وإصابته بشلل في الجزء السفلي وهو في محبسه. في 18 مارس عام 2014 توفي رضا عبد الفتاح عمارة البالغ من العمر 52 عاما بسجن دمنهور العمومي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية جراء الإصابة بمرض الفشل الكبدي. أما أول ضحايا الإهمال الطبي في السجون فكان في 27 سبتمبر عام 2013 حين توفي الدكتور صفوت خليل البالغ من العمر 57 عاما بسجن المنصورة العمومي لعدم تلقيه العلاج اللازم من مرض السرطان.